الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أهلا بيكم في قناة تفسير حلمك مع نور. من فضلك اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. ان شاء الله التواصل هيبقى من خلال الصفحة على الرسائل. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وكمان رابط الجروب. مستنية أحلامكم واستفساراتكم ان شاء الله. النهاردة معانا حلم جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحمد لله يا حبيبتي بخير، تسلمي لي. بصي يا حبيبتي، اتولدت هنا رمز الراحه من المتاعب. واضح كده ان عند مامتك مشكله في الراحه، هي في حاجه في حياتها مش مسببه لها عدم الراحه ومسببه لها الضغط، فهي هنا مش عارفه تلاقي الراحه في حياتها. الديك الرومي هنا هو يعني رمز للرزق، بس الرزق ده للأسف ما فيش فيه راحة. تمام؟ إن هو ميت، الرزق ده راح منها، ربنا صرفه عنها. بس في هنا إشارة مهمة ليها جدا جدا، الرزق ده راح بسبب تدخل ناس كتيرة في حياتها. ناس كتير بيعرفوا تفاصيل أخبار. هو الإشارة المهمة هنا ليها أنها يبقى فيه بس تكتم على الأمور، وده زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني هي دي الحاجة اللي في الرؤية اللي هي بترمز ليها بشدة، أنها يعني تتكتم على أمورها، وإن شاء الله ربنا يعوضها بالرزق اللي راح منها برزق أحسن منه. ويا رب يا رب تلاقي الأمان، بس ما تقلقش من أي حاجة يعني، وإن شاء الله عليها بس بالتحصين وخواتيم سورة البقرة، وياريت القرآن يبقى في البيت على طول. وأهم حاجة أنا قلتها لك، إن تكتم على أمورها، لأن طول ما الناس عارفة الأمور وعارفة كل حاجة، مفيش حاجة هتتم ومفيش رزق هيوصل. والله أعلى وأعلم.